ورجعنا لكم مرة تانية بعد الفاصل علشان نعرف شيف عمر هيعمل لنا ايه. بس الاول حقوا صوروا ارقام الفريق الطبي اللي موجودة معاكم على الشاشة، كلموهم تليفون واتساب ولينك صفحة الفيسبوك. وزي ما اتكلمنا ان سوء التغذية والسمنة بيأثر على الأولاد الصغيرين والأطفال والمنطقة الرمادية في المخ، وبيخليهم مش مركزين ومش ألرت كده ومنتبهين، وبيعمل مشاكل فعلا في التركيز عند الأولاد الصغيرين والنسيان. عايزين الأمهات تهتم أكتر بأكل الولاد، فالنهاردة مع شيف عمر هنعمل لهم وجبة بسيطة تنفع الصغيرين والكبار، متكاملة العناصر الغذائية. هنلاقي فيها نشويات وبروتين وفيتامينات ومعادن وكل حاجة، كل ده في طبق واحد بس. يلا نرحب بشيف عمر. يا عمر مساء الفل يا دكتور. مساء الخير عليك، عامل ايه؟ الحمد لله كله حلو. مظبوط. هتعمل لنا ايه النهاردة؟ هنعمل فراخ بصوص البيستو. تمام. بس انا مسميه البيستو الاقتصادي. ايه بقى ده؟ خلاص احكي لنا اللي هو يعني نقول مقاديرنا. طيب وبعد كده نتكلم. تمام. خلاص احنا اول حاجه معايا صدور فراخ بجيبها بقطعها صوابع او مكعبات اللي انا عايزه. يعني مش هتفرق، يكفيني صدر واحد علشان الفراخ غاليه دلوقتي. نص. نشتغل بيه. تمام. نص بس. حلو جميل. تمام. بعمله تتبيله بقى، معايا ملح وفلفل وبابريكا وتوم باودر وبصل باودر وزعتر وجنزبيل لو موجود. تمام. تمام. لان الجنزبيل بيبقى حلو جدا مع الفراخ. تتبيله كده سريعه مع معلقه زيت، وهينزل عندي على النار هشوحه كده الاول، اديله صدمة على النار. اوكي. معايا بعد كده بقى الصوص الاقتصادي اللي بنقول عليه صوص البيستو. صوص البيستو بيبقى اصله ريحان، اصله سنوبر، فاحنا لا هنعمله بقى بالاقتصادي اللي هو النعناع. معايا ورقه نعناع، معايا توم مفروم، فصين توم لان كل ده هضربه مع بعض في الخلاط مع ملح خفيف كده وفلفل ابيض. الجبنه البارميجانا انا هستخدمها هستبدلها بالجبنه الرومي. تمام. تمام. اوكي. وهنضرب الكلام ده كده كله مع بعض. وفي اخر حاجه خالص معايا كريمه، كريمه اللباني. البديل بتاعها ايه؟ البديل ان انا بجيب زبادي ولا لبن، كوبايه لبن. ايوه. مع معلقه دقيق ومعلقه قشطه لو حابب. لان القشطه طبعا هتطعمها جدا. تمام. قلبوا مع بعض يطلع معايا بديل الكريمه. حلو. نبقى مجهزين مكرونه وكده. يلا اشتغل بقى على ما ناخد الاسئله، عشان احنا جالنا اسئله كتير على السوشيال ميديا واحنا شغالين كده. نبدا ناخدها سؤال سؤال علشان خاطر الناس اتخضوا من فكره ان السمنه بتسبب الزهايمر وبتسبب عدم التركيز وبتسبب الخرف والنسيان والتاثير على المنطقه الرماديه في المخ. فتعالوا كده نبدا ناخد الاسئله اللي جايه لنا، اللي كلها اساسها سمنه وزياده الوزن. وزي ما قلت ان احنا نحاول وبنشجع من خلال البرنامج هنا ست البيت ان هي تعمل وجبات غذائيه بسيطه ومتكامله العناصر في طبق واحد. وادي لينك صفحه الفيسبوك نزل معانا وارقام تليفون الفريق الطبي للتواصل. اوعوا تنسوا تكلموهم تليفون او واتساب او عن طريق صفحه الفيسبوك طبعا. واحنا زي ما قلنا شعارنا صحة أفضل، وإن شاء الله وبإذن الله بمساعدة الفريق الطبي هنتخلص من كابوس السمنة وبعبع السمنة اللي بيطاردنا كلنا. تعالوا كده ناخد سؤال من الأسئلة اللي جايالي. السؤال جايلي من أحمد. أحمد بيقول لي إن هو عنده 25 سنة ودي مشكلة السمنة اللي انتشرت في السن الصغير. هو قلق من فكرة إن زيادة الوزن فعلا ممكن تؤدي لألزهايمر، خصوصا إن هو معدي 120 كيلو ومش عارف يعمل إيه. إحنا مش بنقول كلام وخلاص، لا طبعا زي ما بقول إن دي دراسات، وفعلا الوزن الزيادة والسمنة زي ما بقول بتأثر على مراكز المخ، بتأثر على المناطق اللي بتنشط الذاكرة وهي من مسببات مرض الزهايمر. فانت في سنك الصغير ده لازم ان انت تتخلص من السمنه. اول حاجه اتكلم الفريق الطبي او هو هيتواصل معاك، بما ان انت بعت السؤال على السوشيال ميديا، وهتقدر عن طريق كروسيل والياف وقشور السيليوم والحوارق اللي موجوده معانا ان انت تكسر ال 120 كيلو دي بمنتهى البساطه. حطينا زبده وزيت. زبده وزيت عشان الزبده بس ما تتحرقش، وبنزل بالفراخ بعد ما تبلتها. اوكي. تمام. تبلنا كده الفراخ. بنزل بالفراخ كده بس ما بنزلش بيها كلها على بعض عشان بس ما تبردش معايا الطاسه. ونبدا نفرد وما تنزلش ميتها. تتبل كويس جدا، ملح وفلفل. اتفضلي. عشان برضو يبقى لي التتبيل. ملح وفلفل وبابريكا وزعتر وجنزبيل توم باودر بصل باودر ومعلقه زيت. انا حاطط بابريكا وزعتر زي ما قلنا بيديهم طعم هايل. الزعتر ده فريش. الزعتر فريش زي ما خليته كده في اكتر من وصفه وعجب حضرتك جدا. تمام. لا انا بحبه جدا على فكره. ده انا هقول لكم وصفه ليه تحفه. ناخد عبد الله واحنا شغالين. يا عبد الله. ازيك يا دكتور؟ ازيك يا عبد الله، عامل ايه؟ الحمد لله يا دكتور. ايه بتكلمنا منين؟ من القاهره يا دكتور. طيب قول لي بقى، عايز تخس ولا ايه؟ انا عاوز اخس يا دكتور، لان انا هنا شغال على اوبر فبلف كتير وباكل طول النهار طبعا، فعندي منطقه البطن والارداف دي مشكله عندي كتير. تمام. وطبعا النوم مش منتظم واكل كتير طبعا. شفت عارف مشكلته، بيتابعنا وخلاص عرف الحل فين. بياكل كتير، القعده، عدم الحركه، والنوم القليل. هو دلوقتي احلى حاجه
بتبسط بيها جدا ان الناس وصلهم البوينت اللي انا عايزاها، المشاكل اللي بتأدي لزيادة الوزن. فكل واحد دلوقتي بقى بيتصل بيا يقول لي ايه انا مشكلتي كذا، هو معترف وعارف مشكلته وشخص نفسه، والعلاج بقى عندنا ان شاء الله. كمل يا عبد الله. ما هو ده يا دكتور بيزهقوا من الموضوع ده، وعاوزين حل للاكل اللي كل شويه الواحد يفتح بقه ياكل، يفتح بقه يفتح بقه ياكل. احنا هنقفل البق ده من الصبح، بفتح الثلاجه اكل اللي فيها حلويات مش اي دي خروجه. الثلاجه دي خروجه، رايحين جايين على الثلاجه. الثلاجه زهقت، الثلاجه زهقت. علشان كده بقول لكم الصبح اهم حاجه، الصبح كده اول ما نفتح عينينا الروشته بتاعتنا كلنا نركز كده في اللي انا هقوله. الصبح اول ما نفتح عينينا كوبايه ميه حلوه كده من الحنفيه او ساقعه مش سخنه، وناخد معاها كروسيل، كشور والياف السيليوم، دي اللي هتساعدني خلال اليوم ان انا اقفل بقي، ان انا ما اكلش كتير، انها تقفل لي الشهيه بصوره كبيره جدا. ودي مشكله عبد الله وزيه وناس كتير قوي يا جماعه. ايه اللي هيساعدني ان انا اتحكم في شهيتي من الصبح؟ اول ما اصحى الصبح هاخد الكروسيل واكمل اليوم بقى بالكافيين اللي موجود مع الفريق الطبي الحوارك اللي هتحفز لي عمليه الحرق مع لايف ستايل صحي. وانت في العربيه يبقى معاك اكلك، سندوتشات من البيت، خضار، فاكهه، تشرب زي ما انا عماله اشرب كده معاكم على الهوا، نعناع، جنزبيل، قرفه، كمون. طول ما انا شغاله بشرب بحس ان انا شبعانه، معدتي مليانه، وده بقى بيساعد قشور السيليوم اللي انا اخدها الصبح انها تنفش وتزيد في الحجم. بعمل بالون معده طبيعي وانا معاكم، اسمعوا في كلام وكلموا الفريق الطبي. طب يا دكتور عندي سؤال كده صغير، الجنزبيل انا متعود على اساس ان انا مثلا ايه ممكن مره في الاسبوع، ناخد سؤال عمر يا احمد، مره في الاسبوع ان انا ممكن اشرب جنزبيل، تمام، اكتر من كده بيسبب مشاكل المعده؟ لا اللي عنده مشاكل في المعده بياخدش الجنزبيل لما بيتحط كتوابل، لكن انا لما بتكلم كجنزبيل فريش ان انا بعمله كمشروب يا جماعه عادي جدا ان انا اشربه مره يوميا مع كمون مره مع قرفه مره، مفيش مشكله. اللي بيهيج المعده اللي انت بتقوله ده لما بستخدمه كتوابل في الاكل، سبايسز كتير، لكن لما بشربه ويستحسن لما اشربه يبقى الفريش اللي هو شرايح الجنزبيل الفريش ومعاه. انا لما اجي استخدمه بستخدمه الباودر. لا الفريش علشان خاطر ناخد كل المواد العطريه اللي فيه الفريش، باخد شرايح الجنزبيل ومعاه عود القرفه اللي هو السيجار ده، وبغلي الميه واحطه فيها واركنه شويه واشربه. الجنزبيل من الحاجات اللي بتظبط السكر، تمام، اللي بتحفز الحرق بصوره كبيره جدا جدا، واللي بتقفل الشهيه. فجربوه على فكره يفرق معاكم جدا. والابل سيدر برضه، والابل سيدر نعمله لهم في حلقه، بس الابل سيدر لما يتعمل صح مش بعصير تفاح جاهز، مزبوط. علشان لا 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 كتير. كله فريش، تمام. الاتصالات كتيره جدا، انا عارفه في هدير معانا. يا هدير. ايوه يا هدير. حضرتك يا دكتور ازيك؟ انت بردانه ولا ايه؟ عندي دور برد جامد. كل الناس بردانه والله، ربنا معاكم. المناعه اكيد وزنك زياده، اكيد وزنك زياده شويه. المناعه يا جماعه، هو في علاقه بين الوزن الزياده والمناعه؟ ده السمنه عدو الجهاز المناعي. كملي يا هدير. وانا يعني انا من فتره كنت بادئه ان انا احاول اخس، تمام. صراحه ما كنتش متبع حاجه معينه، كنت بقلل اكلي وخلاص على قد ما اقدر. نزلت في حدود في الشهر في حدود 3 كيلو، بس ده عمل لي احباط غير طبيعي، لاني يعني ما باكلش، يعتبر يعني ما باكلش حاجات كتير، ف 3 كيلو في الشهر ده ما حسيتش، ما حدش انا اصح حس ان انا في حاجه اتغيرت. يعني انت وزنك اصلا قد ايه؟ انا وزني 106. 106، تمام. طيب ما هو انت ممكن تبقي قللتي اكلك قوي قوي لدرجه ان جسمك دخل في مرحله مجاعه، فمرضى فقفل، عمل بلوك، ما رضاش ان هو يخس، تلاقيكي قللتي اكلك زياده عن اللزوم وما خدتيش ادويه، صح؟ يعني انا في يوم كنت خارجه كده ولقيت صحابي ايه ده، امال انت عماله تقولي ان انا عامله دايت، انا عامله دايت. تقولي الدايت، الموضوع ده ضايقني لدرجه ان انا بعد ما روحت انا تقريبا كل حاجه كنت اقدر اكلها اكلتها. انت عارفه النهارده انا لسه بتكلم بخصوص الموضوع اللي انت قلتيه في فن الرد وطريقة الكلام والكلام اللي يحبط والكلام اللي يشجع. فانت بتقولي انت داخلة بحماس ان انت تخسي وبدأتي تخسي حتى ولو كيلو،
المفروض ان احنا نشجع بعض. انا لسه النهارده بتكلم في ده، يا جماعه اتقنوا وتعلموا فن الرد وفن الكلام، وان اللسان الحلو ليه الجنه، وان الكلمه الطيبه صدقه. ده بالنسبه للرد على شق اصحابك. تاني حاجه عايزه اقولها لك، فكره ان انا اخس 3 كيلو فاحبط، ما هو علشان خاطر انتوا بتسمعوا للسوشيال ميديا اللي بيقول لك هخسسك 30 في الشهر، فانتوا بتحسوا ان ايه 3 دي؟ ده انا اصلا سمعت اعلان قال ان انا هخس 30 و40، وده الطموح العالي الغلط اللي بيسببه الاعلانات الغلط. علشان كده لما بقول لكم تابعوا الفريق الطبي، تمام يا هدير؟ الفريق الطبي متخصص، الفريق الطبي هيديلك الدواء اللي مناسب ليكي ولسنك ولجسمك ولحالتك وللايف ستايل بتاعك. فبدل ما هتخسي 3 كيلو في الشهر هتلاقي نفسك انت 106، هتلاقي نفسك خسيتي 10 و12 كيلو في الشهر، نتيجه ان هو هيديكي الدواء المناسب ليكي. اول حاجه طنشي كلام صحابك خالص. ابداي معانا النهارده باذن الله، باذن الله بدايه جديده معايا ومع الفريق الطبي. هيوصلك ادويه التخسيس لحد البيت شحن مجاني، وكمان هتخسي معاهم لانه هيبدا يتحكم على الشهيه، الاكل الكتير يبدا يقلل لك الاكل شويه، يملا لك المعده، فالمؤشرات اللي بتوصل او الرساله اللي بتوصل من المعده للمخ تبدا تتاخر، بدل ما بتوصل كل ساعتين توصل كل 6 8 10، فمش هتاكلي كتير. هبدا بقى كمان احفز لك الحرق بالحوارك اللي بتشتغل على الكافيين، تحفز لك الحرق، فهتلاقي جسمك خس وخس وبقيتي افضل كمان. ماشي يا هدير؟ فاول حاجه طبعا الفريق الطبي يتواصل معاكي، وانت تواصلي معاه وهتخسي، وسيبك من اي كلام محبط. هناخد سؤال على الصفحه بس. ادي عمر متهيألي انت ايه ده، انت خلصت وانا بتكلم؟ خلصت فاستغليت بقى الفرصه. حط بقيه المكرونه علشان خاطر كل الولاد بقى، عشان الاسره كلها تاكل. انا ما عنديش مشكله، انا قلت اقلل شويه يعني. لا ما هو كده صح، مع الفراخ وكل واحد المكرونه هياخد 5 معالق مش من دي، ايوه من المعلقه الثانيه بتاعت الاكل، وهيبدا ان هو ياكلها، تبقى وجبه متكامله. حط بقى بقيه المكرونه على ما ناخد سؤال من اسئله السوشيال ميديا اللي جايه لي. احمد اقرا لي كده السؤال اللي جاي لنا من السوشيال ميديا علشان خاطر الشكوى المتكرره. الشتاء انا بعاني كل شتاء من زياده وزني، هنقفل بقنا ازاي في الشتاء يا جماعه؟ لينك صفحه الفيسبوك والارقام اهو عشان تبعتوا لنا استفساراتكم. نقفل بقنا ازاي في الشتاء؟ نقفل بقنا ونخس ازاي في الشتاء؟ وانا الوحيده اللي بقول للناس تقدروا ان انتوا تستغلوا فتره الشتاء في ان انتوا تخسوا. ازاي؟ عن طريق ان انا ادفي نفسي بالاكل الصح والمشروبات الصح زي اللي انا عماله اشربه كده، والاكل الصحي اللي فيه كل العناصر الغذائيه. ونبدا يومنا بايه؟ حفظنا بالكروسيل، بقشور والياف السيليوم. اقفل المحبس من عندك، هيفرق معاك جدا جدا، وهنحفز الحرق. وطول النهار اشربوا المشروبات الشفافه، زيرو كالوريز، بتحفز الحرق بنسبه بتزيد عن 60%، وسخنوا جسمكم بالحركه، هتلاقي نفسك خسيت. بالعكس ده الصيف مغرياته اكتر، الايس كريم والحلويات والمصايف والاكل بره، لكن الشتاء احنا قاعدين في البيت، فعلشان كده انت اللي بتتحكمي في الاكل اللي انت بتعمليه. فتقدروا بمساعده الفريق الطبي، هو جاهز دلوقتي بخطط علاجيه لمكافحه فتره الشتاء، وادي الارقام موجوده قدامكم. يعني انت مش عايز تحط بقيه المكرونه؟ انا مش عايز اكتر بس يعني، عشان يعني هم دول يعني حرام، انا بستحرم يا جماعه، وعشان برضو يقولوا ان انا ايه. وزي ما انتم شايفين كده النهارده الدكتور عملت مكرونه بصوص البيستو والفراخ. تسلم تمام. تسلم ايدي طبعا طبعا يا جماعه، لازم التاتش بتاعي. بالنسبه لي بقى كده دي تقضي 4 افراد مش فرد واحد يا جماعه، مش عمر بس. وهرجع اقول تاني، هتقضي 4 افراد ازاي، وهقدر ازاي ان انا اكل كميه بسيطه منها لما ابدا اخد كورس الكروسيل مع الفريق الطبي، واتابع معاهم وابقى قافله معدتي من الصبح مع طبق سلطه. وهيبقى معانا دلوقتي لينك صفحه الفيسبوك موجود، علشان اسئله الفيسبوك اللي عماله تيجي على الهوا كتير قوي قوي. اهم حاجه ان احنا نهتم بنوعيه الاكل وطريقه التصنيع، ونقلل الدهون، ونهتم قوي ان في حاجات، ادي لينك صفحه الفيسبوك نزل قدامنا، ان يبقى في حاجات اساسيه معانا على السفره زي الشوربه، وهنعمل لكم حلقات عن الشوربات، وزي السلطه، واهتموا بشرب الميه ما بتعملش كرش. في اسئله تاني معانا على صفحه الفيسبوك لو موجوده معانا، لان في ضغط اتصالات كتير، فالناس عمالين يبعتوا اسئله. احنا النهارده اتكلمنا في مشاكل السمنه،
علاقتها بمرض الزهايمر، علاقتها بعدم التركيز والنسيان عند الأطفال، وقلنا إن السمنة مش بس هي عدو الكبار، لا هي بقت بعبع كمان بيطارد السن الصغير والأطفال، وفي إيدينا إحنا كأمهات إن إحنا نحافظ على أولادنا من خطر الإصابة بمرض السمنة. وزي ما شفنا إن إحنا حريصين كل حلقة إن إحنا يبقى معنا فقرة ومعنا شيف عمر يقدم لنا وجبات غذائية متكاملة العناصر وسعراتها الحرارية مظبوطة، مش قليلة قوي ومش زيادة، بس هو ده اللي أنا عايزاه خلال وجبة الغداء، إن يبقى سعراتها الحرارية من 400 ل 500 سعر حراري. وقبل ما أختم، تعودنا على إيه؟ إن إحنا نصور أرقام اللي موجودة معانا على الشاشة بسرعة، اتصلوا بيهم أو كلمونا على الواتساب واستنونا وحلقة جديدة وصحتك أونلاين. هنخس من غير حرمان، هتلاقونا موجودين كل أسبوع معاكم إن شاء الله لمواجهة كل الأسباب اللي بتأدي للسمنة. استنوني وحلقة جاية بإذن الله.